ملي غادي كتان تزدن كنت بدا ذني تان سوا زعما ذا غجنا نسوا وان غادي يكون هذه الجنده ذي القايد ولا ذي العامل ولا الكاتب العام ولا واخا ذا ولد الشوش ولا الشوش غادي هو هذا غادي يستقنع والو حسبنا انا غادي والو شينا انا غانسوك سينا نخسرعت حتى السلع تاع الناس حدو ستارينشا ديني وذن تارانسا ديني وذن ستارينشا واسنتي الشنشا دين بنادم تجنس هذه السودي دين بنادم مست ورد جينشا يعني خذ أمري تغيني وشتري خذ أمري نسك نسك وذي سيد العامل هذا سيد البشا إن توقع أن التصي خاوي التصي المشاكل توقع أن تجن زن المخود دامين يتجن ولا تيني ولا العامل وغاسمين غا عوض وغاسمين وغاسمين غا عوض دوز جبنس يعني وذان خدما ذيني وذان حارم حارم راس الخدم شنو زمر قاش غاري 60 سنة 25 عام غاري 22 عام غاري الشارع تيجي غير بارش تمزين تقدر يا حق تخبي ديكس بخير ديكس ان شاء الله ديكس ايش ناني نستيار ديني ودني يا الرسن ديني ودن القيد يا الرسن وجوز يا الرسن المطلبين هو هو ايش المطلبين هو والزوغ السوغ اثنين في مناف الدباخ وزديفين الدباخ لاوين والزوغ السوغ هنا في مناف الخدمة غادي يجي نفس السوق الخدمة ادويغ احوري اني غير هاوين ومريش مريش تبنى لا نمشي نحنا كنطالبوا بهاد السلطات المحليه خصنا نفرشوا علاش اربع شهور وحنا محتجزين في هاد الجائحه ديال الكورونا وحنا طلبنا المطالب ديالهم بينا خصنا نفرشوا علاش دابا راه العيد على الابواب خصنا نفرشوا شنو غادي ناكلوا اربع شهور ديال الضو اربع شهور ديال ما تشي كثر علينا لو كان ما وصلتنيناش العظم ما غاديش نجيو لهنا الله يكون في العون خصهم يشوفوا من الجهه ديالنا انا كفراش عندي 17 سنه في ساحه الحاج مصطفى 17 سنه وحنا كان المهم كنصبروا ديما جماع فرش فوقاش غادي نساليو حنا هاد الفراشه هذه وفوقاش غادي نحيدوا هاد العذاب هذا دابا حنا كنطالبوا ليهم خصنا نفرشوا هاد 15 يوم باش راه كتشوف العيد على الابواب راه كلشي كيستنانا المصاريف كتستنانا كلشي كيستنانا والوالدين كي والله العظيم انتم والله الا الوالده ديالي الا فايته مليون فرنك ديال الدواء اللي شريت ليها مين غادي نجيب لها دابا هاد المليون هذا مين غادي نجيب لها ايوا عينا نطلبوا يدنا المحسنين خرجوا برا نسعاو الله يحسن العون والله يكف العون يشوفوا لينا الحل وحنا ما بغيناش نتصارعوا معاهم وديما كنا كنتصارعوا معاهم ملينا وهما ملوا حنا كنطلبوا نعيشوا حياه كريمه نمشي نتابعها متجولين دي ساحه الحاج مصطفى مامش يتوالى الجميع اننا خذنا عده وقفات عند مقر العملاء وحتى شي واحد ما استجب لنا ولقينا اذان صماء حتى شي واحد ما دار معنا شي حوار اللي غير يريحنا ويتفاهم معنا حنا ضررنا في هذه الازمه ديال الكورونا وضررنا من قبل ديال الازمه ديال الكورونا وحنا كنعانيو سنين طوال وكانوا كيوعدونا بوعود وحتى شي واحد ما تحقق لنا وحتى شي واحد ما دار وحتى شي واحد ما نصفنا وحتى شي واحد ما شاف فينا في عين الرحمه ومن هذا المنبر كان ناشد اولا صاحب الجلاله الملك محمد السادس وعلى راسه السيد العامل اقليم الناظور باش يشوف هذه الفئه اللي تهمشات في هذه الفئه اللي كيف ما سبقنا اننا كنسمعوا في جميع الخطابات ديال صاحب الجلاله كي ما كيسميناش بالفراشه كيسمينا يعني تجار على الرصيف ولكن حنا كنشوفوا ان جلاله الملك في جميع الخطابات ديالها كيوصي علينا ولكن ما كنشوفوا حتى شي واحد انه كيلبي هذا الخطاب وكيسمع لهذا الخطاب ومن هذا المنبر حنا راهم ماشي فوضويين حنا راهم ماشي اناس اللي كيديروا الفوضى حنا ماشي ناس اللي زعما كيحتلوا الملك العمومي بديك الصفه اللي كيقولوهما حنا كيوعدونا بالبديل وهما اللي كيخليونا نفرشوا يعني حنا ما عمرنا تحكينا مع السلطات جا هذا الحجر الصحي جاوا عندنا قالوا لنا يا ودي خصكم دابا تجمعوا راه كاين كوفيد 19 استعجبنا القرارات ديال السلطات المحليه ولكن بعد تخفيف الحجر الصحي مشينا نزولوا المهم ديالنا كي كنا كنزولوه تفاجئنا ان قالوا لك سيدي الفراشه ما غتبقاش في اقليم الناظور نعم حنا متفقين معهم ولكن يعطيونا بديل لان حنا ما عندناش شي شواهد ما عندناش حتى شي حاجه ومع العلم انني غنهضر على راسي انا انسان مصاب بالسرطان سرطان ديال الدم كان عالج في وجده في مستشفى مزويريه هذه مده 6 سنين ما عندي لا معيل لا حتى شي واحد يعاونني يعني المصدر القوت ديالي هو الفراشة هاد الاحتجاجات وهذا الاعتصام اللي جا اليوم ما جاش عفوي بعد 3 اشهر ديال الكورونا حنا واحد الفئه ديال العجائل اللي مظهورين دابا 3 شهور دازت وحنا ما دخلنا حتى درهم ما دخلناهاش جينا باش نفرشوا كما العاده
كنتفاجئوا بالسلطات المحليه انها كتمنعنا من اننا نزاولوا المهنه البيع بالتجوال او الفراشه. وحنا عندنا مصاريف، عندنا كرا، عندنا الضوء، عندنا الماء، عندنا بزاف ديال المصاريف، عندنا وليدات خصنا نفقوا عليهم، عندنا حنا دابا الابواب ديال عيد الاضحى ما كاين الابران باش يشري العيد الاضحى، ما عندوش باش يدير المصروف ديال الدار ديالو. انا كتسني مازال 3 شهور ديال الكري وما كاين لا حل لا والو، ما كاين حتى شحال، ما كاين غير المنع. تمنعنا، مشيت بينا نفرشوا، تمنعنا من طرف القائد والسلطه المحليه. حنا الان كنطالبوا السيد العامل والمسؤولين هنا في مدينه الناظور انهم يوجدوا شي حل بديل مؤقت، ريثما انهم يديروا شي حل جذري لهذه الفئه المضروره، هذه الفئه اللي هي وحده من ابناء الشعب. تا هما راه هناو الدوله من انها تخدمهم، ولكن بايدير عربه وبايفرش باش انه الدوله ما يطلبش الدوله انها تخدمو ولا شحال بغا يفرش المطالب ديالو، راه مطالب اللي ماشي شي حاجه اللي تعجيزيه. راه كاينه مبادرات التنميه البشريه، كاين مشاريع اللي تطلقوا في اطار مبادرات التنميه البشريه الباعة الجائرين على غرار جميع المدن المغربيه. الان كتشوف بعض المدن كيديروا فيهم مشاريع ديال مبادرات التنميه البشريه. كنشوفوا هنا الناظور الحل باقا ما كاينش، كاينه ازيد من 300 بائع، كاين ديال ولاد ميمون، وكاين هنا واحد حجم الصفا، وكاين ديال المركب، مازال ما دارش لهم الحل. حاليا كنطالبوا السلطه انها دير شي حل لهذا المشكل ديال الباعة الجائرين.